Okay, I really do. Oh no. Did you see that? Like it ran. Oh. السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشيء المرعب الذي صورته كاميرا المراقبة إلى الدمى المسكونة، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا بالصدفة، فلنبدأ على بركة الله. كان يمشي في الشارع وفجأة حصل له شيء مرعب. انتشرت مؤخرا العديد من التسجيلات التي صورتها كاميرات المراقبة لأشخاص يتكلمون مع كيان غير مرئي، لكن الفيديو الذي ستشاهده الآن يعتبر حقيقيا والأكثر واقعية. هذا التسجيل يعود لشهر أبريل من سنة 2024، وقد صورته كاميرا مراقبة في مدخل إحدى الشركات. في التسجيل يظهر شخص يعمل في الشركة وقد كان متوجها نحو منزلها. بعد ذلك حصل هذا الشيء. Güey, te juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que un señor me preguntó qué onda era la pinera. No digas mamadas. Te lo juro por Dios, güey. Un señor se me acercó y preguntó, oiga, disculpe, ¿dónde es la pinera? Y por eso le explico, le digo que tenía que cruzar y darle más para abajo, güey, te lo juro. كان الرجل يتكلم مع شخص ما في الجهة المقابلة من الطريق، لكن لا يظهر أي أحد في كاميرا المراقبة. أصيب الرجل بالصدمة والرعب عند مشاهدته لهذا التسجيل، ويقسم بأنه كان يتكلم مع شخص كان يقف أمامه مباشرة. العديد من المشاهدين لاحظوا بأنه عندما توقف الرجل مر من أمامه جسم أبيض شفاف، ويعتقدون بأن ذلك الجسم قد يكون له علاقة بما حصل للرجل، فما رأيكم؟ اتصلت بالشرطة، لكن ما حصل كان مرعبا. امرأة تدعى ليندا نشرت مؤخرا على حسابها في تيك توك تسجيلات لأشياء مرعبة بدأت تحصل لها داخل المنزل. هذه الامرأة تحب شراء وجمع الدمى، وفي إحدى الأيام وجدت منشورا على الفيسبوك لامرأة تريد منح 4 دمى قديمة بالمجان. على الفور قامت ليندا بالتواصل معها وذهبت بالسيارة لمنزلها أخذ الدمى، وعندما عادت للمنزل وضعت تلك الدمى على السرير لتقوم بتصويرها، وفجأة حصل هذا الشيء. تقول ليندا بأنه منذ هذا اليوم أصبحت تسمع هي وزوجها أصواتا غريبة داخل المنزل، وتجد أشياء وقد تحركت من مكانها. وفي إحدى الأيام وبينما كانت ليندا تصور فيديو تسخر فيه من قصة شعرها الجديدة، فجأة حصل شيء مرعب، فلنشاهد التسجيل. A lot of people wanted to see what my hair looks like from the back. So before I show you what the back looks like. So I want you to see the sides. Like my bangs, I've had to like fix my bangs myself. But this is what it looks like if I don't straighten pieces of it. And like, it's just a whole mess. Dang it. That scared me. Okay. Okay, what the fuck was that? Did you see that? Like it ran. Oh no, absolutely not.
يبدو بأن قوة خفية قامت بإسقاط الكاميرا، بعد ذلك قامت بتحريكها وهي ساقطة في الأرض. ليس هذا فقط، فبعد أيام قليلة وبينما كانت ليندا تصور فيديو مضحك لدمية تشاكي، فجأة حصل شيء مرعب تقشعر له الأبدان، فلنشاهد التسجيل. Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair is moving. Holy shit. What the hell? Okay, I really do. Oh, no. Move. God. Oh, my God. Okay. Okay, joke's over. Joke's over. بينما كانت ليندا تسخر من دمية تشاكي، فجأة بدأ شعر الدمية يتحرك بشكل غريب، بعد ذلك استدار رأس الدمية بقوة وبشكل مرعب. لكن بعد يومين عن هذا الحدث حصل شيء مرعب أكثر بكثير من ذلك، ففي وقت متأخر من الليل سمعت ليندا وزوجها صوت ضجيج قوي جهة الباب الأمامي للمنزل، فاعتقد الزوجين بأن شخصا ما يحاول اقتحام المنزل، فقاموا على الفور بالاتصال بالشرطة. وعند مراجعة الشرطة لما صورته كاميرا المراقبة في مدخل المنزل، رأوا شيئا مخيفا من الصعب تفسيره، فلنشاهد التسجيل. Something's in her f***ing window. ظهر شيء ما يتحرك وراء الزجاجة، بعد ذلك اختفى بسرعة خاطفة في لمح البصر. المرعب أكثر هو أن ذلك المخلوق ظهر داخل المنزل وليس خارجه، وقام بغلق الستار بسرعة. تؤكد ليندا بأنه في هذه اللحظة كانت هي وزوجها في غرفة النوم، وقد بقوا داخل الغرفة الليل بالكامل. قام رجال الشرطة بالبحث داخل وخارج المنزل، لكن لم يجدوا أي أحد. والآن تعتقد ليندا بأن تلك الدمى الأربعة لها علاقة بما حصل في المنزل، وبأن منزلها أصبح مسكون، لذلك فهي تنوي الآن التخلص من هذه الدمى على الفور، فما رأيكم؟ الفيديو التالي صوره رجل كان نائما في منزله، وفي وقت متأخر من الليل سمع صوتا غريبا يأتي من جهة غرفة المكتب بمنزله، وعلى الفور ذهب لاستكشاف الأمر، لكن ما وجده كان مرعبا تقشعر له الأبدان، فلنشاهد التسجيل. أصيب الرجل بالذعر عندما رأى مخلوقا أسودا خلف النافذة، لكن عندما أشعل المصباح اختفى ذلك المخلوق في لمح البصر. وبينما كان الرجل يغادر المكان ظهرت أعين متوهجة خلف النافذة. العديد من المشاهدين قالوا في التعليقات بأن هذا ليس سوى شخص أو حيوان كان يقف هناك، لكن الرجل نشر فيديو آخر ليثبت فيه بأنهم على خطأ.
فكما شاهدتم فإن المكان خلف النافذة عال جدا ويتجاوز ارتفاعه 4 أمتار، ومن المستحيل على شخص عادي أو حيوان أن يقف هناك ويصل لغاية النافذة. لذلك يعتقد بأن ما ظهر له علاقة بالجن والخوارق، فما رأيكم؟ كان يقود دراجته النارية، لكن ما حصل كان مرعبا. الفيديو التالي صوره شاب كان يقود دراجته في وقت متأخر من الليلة في طريق جبلي مظلم بمنطقة نائية، وقد كانت جنبات الطريق مغطاة بالثلج، وفجأة حصل شيء مرعب، فلنشاهد التسجيل. شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. فجأة ظهر مخلوق صغير يعبر الطريق. عند تدقيق النظر جيدا يمكنكم ملاحظة بأن ذلك المخلوق كان رمادي اللون وشبه شفاف ولا يشبه شكله أي حيوان. يقول صاحب الدراجة بأنه لم ينتبه لظهور ذلك المخلوق في تلك اللحظة حتى أعاد مشاهدة ما صورته الكاميرا في وقت لاحق، وعندها أصيب بالصدمة والرعب. يعتقد بأن ما ظهر كان جنا حقيقيا تشكل على تلك الهيئة، فما رأيكم؟